صفاء أبو سنينة، مديرة جمعية البيوت السعيدة للثقافة والتنمية. طبعا احنا اليوم حبينا نعمل مسابقتنا بمناسبة يوم الطهي المستدام، حبينا نعمل المسابقة بطبق تراثي من التراث الفلسطيني اللي هو المسخن الفلسطيني. يعني احنا كان هدفنا بهذه المسابقة التعريف بهذا الطبق، التأكيد على هويتنا، احنا بنعتبر جزء من الهوية الفلسطينية الأكل التراثي الفلسطيني. فكان هدفنا من هذه المسابقة التأكيد على انه طبق المسخن هو طبق تراثي فلسطيني لازم نحافظ عليه، واحنا بنعرف عماله وهم بحاولوا يسرقوا هويتنا بكافة أشكالها حتى بالأكل التراثي. فإحنا هيك اليوم حابين يكون عندنا مجموعة من المشاركات الفلسطينيات في محافظة الخليل شاركونا بإعداد الطبق المسخن الفلسطيني للتأكيد على الهوية الفلسطينية. سهير حسونة، رئيسة جمعية البيوت السعيدة للثقافة والتنمية. طبعا جمعية البيوت السعيدة جمعية نسوية تأسست عام 2005 في مدينة الخليل، تعمل على مساعدة الأسرة الفلسطينية وتطويرها أكاديميا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. طبعا من أهم برامج جمعية البيوت السعيدة مطبخ البيوت السعيدة الذي تعرف عنه جميع بيوت الخليل وفلسطين بشكل عام. نهتم طبعا بالمرأة بتمكينها اقتصاديا من خلال هذا المطبخ. هدفنا اليوم في هذه المسابقة هو تعزيز ثقافة المطبخ الفلسطيني بصحن المسخن، وانه صحن المسخن هو صحن فلسطيني وطبق فلسطيني اصلي. هدفنا من المسابقة طبعا اللي هو تنشيط النساء وتعريفهم ثقافتهم في الطبيخ كمان، مش بس الثقافة العامة، وكمان انه تمكينهم يتعرفوا على الجمعية وعلى اهدافها وعلى اعمالها الاقتصادية. عندنا طبعا برامج ثقافية عديدة، احنا تهتم بالاطفال وبالشباب بالبنات، عندنا مخيمات ثقافية ومخيمات رياضية ومخيمات قرآنية على مدار العام. نهتم بجميع الأسرة الفلسطينية وتطويرها وتثقيفهم بشكل عام. يعطيك العافية. لباب زاهدة باسل، صاحبة الباسل لمستلزمات الحلويات والكيك، مدربة معتمدة. احنا اليوم جايين على جمعية البيوت السعيدة في مسابقة تذوق الأطباق التراثية خاصة في المسخن الفلسطيني. في عندنا تقريبا 20 متسابقة، راح نحكم اليوم إن شاء الله بينهم ولنشوف أحسن طبق راح نحصل عليه بهاي المسابقة، من ناحية الطعم، من ناحية الشكل والترتيب، النظافة والحفاظ على الطعم الأصلي التراثي، لأنه إحنا زي ما إحنا عارفين إنه هوية الإنسان تراثه، فلازم نحافظ على الأطباق هاي التراثية لحتى نحافظ على هويتنا وتراثنا ونضل مستمرين فيه للأجيال القادمة، فلازم نعرف الطعم الأصلي لهذا الطبق. إسراء أشرف، جاي اليوم أشارك مسابقة أنت الشيف، من باب هيك الواحد يعني يجرب موهبه في المطبخ، يعني بلكي طلع شيف يعني هو مش عارف.
شاركت طبق المسخن الفلسطيني، ما كتير حاولت أغير في الطبق، حملته على طريقتنا التقليدية حتى بخبز يعني إحنا عاملينه بالبيت عشان يعني نحافظ على النكهة، وإن شاء الله يعني هيك الفوز يكون حليفنا. وهي تجربة لطيفة برضو، الأجواء هون لطيفة يعني هيك، مش عارف حاسة المسابقة رح تكون شيء لطيف يعني. أنا متسابقة أنعام شمسية من الخليل، حبيت أشارك في المسابقة كنوع إنه تشجيع للأطباق التراثية في فلسطين، كيف نقدر إحنا ندعم الأطباق القديمة ونخليها موجودة معنا لأجيالنا القادمة لأطفالنا ولقدام يعني. طموحي إنه يكون عندي هيك مطعم في أكلات تراثية نقدر نحييها، جميع الناس يعني تكون مرغوبة عندها، بس إنه تكون مبتكرة بطريقة جديدة، طريقة التقديم تكون صح، تجذب الناس للأطباق هاي القديمة، بالتالي يعني تكون موجودة معنا في المجتمع لقدام ولمستقبلنا، وهيك يعني تكون موجودة.